السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع شائك جدا اسمه الربا والبيع وإيه الحاجات اللي بينهم من وجهة النظر العلمية. الموضوع النهاردة هنتكلم فيه ليه كجزء بداية من حلقات أو سلسلة هنتكلم فيها عن أمور اقتصادية وتجارية، وهنتطرق فيها إلى أشياء كتيرة. وبالتالي أنا أفضلت إن إحنا نضع في بداية السلسلة جزء عن الكلام من الناحية الدينية البحتة، وبعد كده نبتدي نتطرق إلى المفاصيل العلمية التالية. طيب، قبل ما نتكلم عن المواضيع دي بتعمق، فإحنا نبتدي نجيب الأفكار الأساسية المعروفة، نعرف إيه هو الربا وإيه هي أنواعه. طيب، الربا يا جماعة بيتقسم إلى نوعين، في حاجة اسمها ربا الفضل، وفي ربا تاني اسمه ربا النسيئة. ربا الفضل هو انك تبيع جنس نفس الحاجه نفس الجنس بس تغير الكميه، عشان بيؤدي لايه؟ بيؤدي لخلق فضل بين انواع، الفضل ده ما كانش موجود اصلا. يعني مثلا تبيع ريال جديد بريالين قدام، تمام؟ طيب، هم اصلا الريال ورقه الريال سواء كانت جديده او قديمه هي لها نفس القيمه، انما انت كده خلقت تفضيل بين الاثنين، فبيسموه ربا الفضل. او تبيع ذهب بذهب، طب ما هو ذهب والتاني ذهب، هتبيعه ذهب بذهب ازاي؟ يبقى انت كده خلقت تفضيل بين ذهب وبين ذهب، تمام؟ الا اذا كان الفضل ده اصلا موجود، تمام؟ يبقى ربا الفضل هو خلق فضل ما كانش موجود بين حاجتين ليهم نفس الايه؟ الجنس، بانك تبيع حاجه وحاجه تانيه غيرت الكميه بتاعت البيع، هتبيعه كيلو ب 2 كيلو، تمام؟ طيب، اما ربا النسيئه ده محتاج شرطين. اول حاجه ان انت بتكون بتعمل تجاره بس في سلعه ربويه، تشتري سلعة ربوية بسلعة ربوية أخرى، زي مثلا تشتري ذهب بفضة، تمام؟ ولسه هنشرح بعد كده يعني إيه سلعة ربوية. الشرط الثاني إن أنت ما تعملش عدم تقابض، يعني إيه؟ ما يكونش يدا بيد، يعني ما يكونش في نفس المجلس، يعني يحصل تأخير أو تقديم لعملية الدفع. يعني يبقى العقد في وقت والدفع في وقت ثاني. يبقى ربا النسيئة مرتبط بيه يا جماعة؟ مرتبط بالوقت. بتبيع وقت أو بتشتري وقت، تمام؟ يعني أنت بتبيع أو تشتري الوقت مش المنتج نفسه. طيب تعال نكمل كده. يبقى دلوقتي عايزين نعرف يعني إيه سلعة ربوية. حلو، خلي بالك لو إحنا أمعنا النظر في القرآن الكريم هنجد إن الآيات بتاعت تحريم الربا كاتبة صراحة إيه؟ المال. طيب عشان كده المال وما في حكمه سمي سلعة ربوية. يعني إيه؟ يعني الإسلام بيفرق ما بين السلعة وبين المال، بيقول ان المال بنشتري بيه سلعه، تمام؟ طيب زمان بقى كان لما بيعملوا تجاره كانوا بيستخدموا الذهب والتمر وخلافه، تمام؟ كوسيله للمال، وسيله لحفظ الايه؟ الثروه، تمام؟ كوسيله للمال. فكان تبص تلاقي في تجاره الذهب، في سوري في زكاه الذهب، زكاه الزروع، اللي هي الحاجات اللي ممكن انت تحفظ فيها ايه؟ قيمه المال. عشان كده تلاقي بعض الفقهاء قال لك ان ممكن زكاة الفطر نخرجها كمال، كنوع من انواع القياس طبعا، ان يقول لك انت زكاة المال زكاة الفطر بتخرجها تمر، والتمر اصلا بيعامل معاملة السلع الربوية، يعني الاسلام بيعتبر ان التمر كانه مال، نوع من انواع الفلوس. وهنا بنفرق بين المال وبين السلعة، يعني نفترض ان المال حاجة والسلعة حاجة ثانية، تمام؟ ليه؟ لان المال هو وسيلة للتقييم، اما السلعه فهي الحاجه اللي بتقيم او تباع وتشترى. المشكله الحقيقيه هي بقى ان الاقتصاد العالمي ما عملش الكلام ده، يعني ايه؟ ما بيضعش في اعتباره الامور دي اصلا، لان هو ما يهموش اصلا الفكر الاسلامي. فبيخلط اصلا بين السلعه والمال ويبتدي يقومها ويشتريها، تلاقي في اسواق مثلا بتبيع العملات، بتبيع الذهب، بتبيع يعني بعروض بطريقه العرض والطلب عادي خالص، كانه منتج عادي خالص، وبالتالي هو اصلا ما يهموش الفكر الاسلامي او ما يهموش الطريقه الاسلاميه، هو اصلا مش ده في اعتباره او مش هو الفكر بتاعه. وده المشكله الاساسيه الكبيره، هو ان الاقتصاد العالمي اللي احنا طبعا جزء صغير قوي منه بيكون اصلا ما بيفكرش اساسا في هل الشيء ده حرام او حلال اساسا. طيب هتلاقي في شبهات كتيره جدا ابتدت تطلع على الربا، يعني مثلا يقول لك ايه؟ الربا بيكون في القروض الاستهلاكيه وليس الانتاجيه، يعني دلوقتي واحد واخد انت واخد قرض، فعشان هو القرض ده قرض استهلاكي يبقى ده ربا، قرض انتاجي يبقى مش ربا. طيب ما هو القروض اصلا كانت موجوده زمان، يعني في
لما كنت مثلا واحد بيعمل تجاره زي مثلا القوافل بتاعه قريش، ممكن كان واحد يستلف فلوس عادي بالربا ويروح يعمل تجاره وهو هيكسب من القافله اكتر بكتير، تمام. لكن هو الفكره ايه؟ الفكره المشكله في ان ده كان ممكن يعمل حاجه اسمها عقد مرابحه، مش كان افضل؟ يعني لسه هنتطور، يعني هنتطرق الى النقطه دي بعد كده. في شبهه ثانيه يقول لك ايه؟ ان الظروف اتغيرت، الضروره اتغيرت، بقى في مصلحه. طيب يعني بمنتهى البساطه كده، القانون المفروض يكون ثابت، تمام؟ القانون المفروض يكون ثابت، لكن لما نطبق القانون في الساينس يختلف على حسب بنطبقه في ايه. فالربا مثلا حرام، فعايزين نطبقه بقى في الظروف اللي بيقولوا عليها اتغيرت، يبقى المفروض العلماء يجتمعوا يبحثوا الامر ويشوفوا ايه الحرار وايه ايه الحرام وايه الحلال وايه الضرورات وايه الحاجات اللي اتغيرت، تمام. لان ما اقدرش اقول ان الضرورات هتبيح المحظورات طول الوقت، يعني دي امور احاد، يعني مش معقوله واحد مثلا جعان، تمام، فكان لحم خنزير مره من المرات يبقى لحم الخنزير حلال، لا، هو ده كان ضروره، فالضروره بتبيح المحظور في ظروف خاصه، وبترجع بعد كده القانون يشتغل تاني، يبقى القانون هو الاساس. الظروف بقى اتغيرت او وات ايفر، يبقى لازم ايه؟ نشوف العلماء طريقه لتطبيق الوضع الحالي ازاي نطبق فيه، مش يهملوا الموضوع خالص. طيب في شبهه ثانيه يقول لك ايه؟ ان مفيش ربا الا الربا المضاعف، يعني عشان الايه بتقول كده. طبعا ده كلام غير علمي، يعني هو مثلا ايه؟ لو حاجه بقت الضعف يبقى حرام، طب لو بقت اربع اضعاف، طب ثلاث اضعاف، يعني مش طريقه في التعامل، يعني انت ده فهم غير دقيق للاساليب اللغويه. يعني مثلا لو قلت لك القليل من الخمر بقى هيبقى حلال على كده، تمام، لان هو القليل من الحرام هيبقى حلال، طبعا لا. فمش الحاجه لو كانت حرام يبقى اكيد كتير منها حرام وقليل منها حرام، يعني فكره ان هي هتبقى حبه صغيرين حرام، لا ده هتبقى حلال، ده مش صح، تمام. لكن لو تغيرت الحاجه خالص، يعني مثلا الخمر يبقى حاجه، الكحول حاجه، يعني بقى حاجه مختلفه، مش دي قصه مختلفه، تمام. طيب الشبهه اللي بعد كده هو يقول لك ان الربا هي الزياده بعد انقضاء الاجل وليست الزياده المشروطه في العقد الاول. يعني احنا كنا متفقين على 100، تمام، والعقد انتهينا على كده، جيت انت بس اتاخرت في السداد ولا حاجه، فانا عايز ازود عليك فغرمت التاخير وكده، دي هي الربا. طيب النصوص الشرعيه بتقول ايه؟ فان تبتم لكم ايه؟ رؤوس اموالكم لا تظلمون ايه؟ ولا تظلمون. طب رؤوس الاموال يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها غرامه ايه؟ تاخير، تمام؟ طيب تعالى لسه هنشوف القصص دي بشكل افضل، ونشوف ليه اصلا في الفكر ده كله جه ليه؟ الفكر ده كله جه لاسباب كتير لسه هنشوفها بعد كده. تعالى نحاول نلخص الموضوع. هنقول ان البيع بالاجل اي بدون تقابض ده حلال الا في السلع الربويه. هنقول ان البيع بالقسط اي دفع المال على اقساط جائز ايضا لانه كان موجود في السنه، يعني انت ممكن تبيع الحاجه وتدفع السعر بعدين، مفيش مشكله، تمام، او تبيع الحاجه وتدفع السعر على اقساط، تقول مثلا على 9 سنين كل سنه مثلا مبلغ معين. طيب بيع العينه حرام، اللي هو ايه؟ اللي هو انك تشتري بسعر مرتفع مؤجل وتبيع بسعر منخفض حالي في نفس الجلسه. طبعا واضح ان انت ايه؟ ما كانش هدفك لا شراء ولا بيع، كان هدفك ايه؟ كان هدفك انك تقسط فلوس، يعني تستلف فلوس وتقسطها على ايه؟ على زمن. طب المشكله بقى في البيع في القسط هي غرامه التاخير. المفروض ان ما يبقاش في غرامه التاخير، لانها مثل الربا بتاع العباس اللي هو بيجي ميعاد السداد يقول لك يا اما تسدد يا اما نضاعف الدين ونزود الايه؟ ونزود الفتره. طيب القوانين اللي موجوده في العالم كلها بتقول لك ايه؟ احنا بنعتمد على الفري ماركت او العرض والطلب. طب ما هو العرض والطلب ده هل هو دايما حلال؟ هو حلال بس بشرط عدم استغلال، والاستغلال ليه اشكال كتيره جدا من ضمنها الاحتكار، تمام. يعني مش عشان هو عرض وطلب بس يبقى حلال، في ساعات عرض وطلب وممكن يبقى حرام لان انت عامل فيه احتكار اساسا. وفي اشكال ثانيه للاستغلال، لان الربا حرام بس مش الربا هو الحاجه الوحيده اللي حرام في الايه؟ في الاسلام. في حاجات ثانيه حرام برضه، زي مثلا ان انت تستغفل الناس او ان انت تظلمهم، ده كله انواع من الايه؟ من الحرمانيه اللي موجوده في الاسلام. طيب في مشاكل بقى، بيقول لك مشكله ايه؟ ازاي ان مثلا انت البيع بالقسط، تمام، يبقى ازاي يبقى حلال مع ان هو جواه عامل الزمن، تمام. فطبعا ده كان سؤال اللي هو بتاع اليهود كانوا بيستهزئوا، بيقول لك انما البيع مثل الربا، تمام، ولكن الله طبعا حرم الايه؟ الربا واحل البيع. طب ازاي؟ ايه الفرق؟ ما هو الاثنين فيهم عامل الزمن. عشان نرد على السؤال ده يا جماعه هنتناول الموضوع بطريقه جديده مبتكره ما حصلتش قبل. ايه بقى الطريقه دي؟ هنفترض ان احنا بنبيع سلعه بسلعه اخرى ونقسم العوامل اللي موجوده عندنا. فهنعمل جدول زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده. تمام؟ الجدول ده مقسمين فيه
الموضوع على حسب ثلاث عوامل أساسية. عامل الزمن، هل أنت عملت الحاجة في نفس الزمن ولا في زمن مختلف؟ عامل الكمية، هل أنت عملت نفس الكمية ولا غيرت الكمية؟ وده لو كانت الحاجة دي نفس الحاجة، تمام؟ العامل الجدول ده الأولاني ده، لو أنت استخدمت نفس الحاجة، نفس النوع، نفس الجودة، نفس الحاجة. وهنا بقى أنت استخدمت حاجة مختلفة، غيرت الحاجة نفسها، تمام؟ يعني بقيت بتعمل حاجة بحاجة مختلفة. ونكرر نفس العوامل، عامل الزمن وعامل الكمية. وتعالى نشوف إيه الحاجات اللي موجودة عندنا، اللي موجودة في الجدول ده. أنا طبعاً مقسمها، الأخضر ده الحاجات الحلال، والأحمر دي الحاجات الحرام، والأصفر دي اللي هي الحاجات اللي فيها إيه؟ فيها مشكلة. فيها مشكلة يعني إيه؟ يعني أنت بتظلم الناس كده شوية، يا إما بتستغلهم، يا إما أنت موافق إن هم يعني يستغلوك وتتصدق عليهم كده. يعني في مشكلة بس أنت موافق إن المشكلة دي إيه؟ تحصل، أو أنت يعني نوعاً ما مش فاهم إن في مشكلة. ممكن يكون كده أو كده. فده على حسب، هل أنت متراضي عن الموضوع ده ولا انت مش متراضي عنه، يبقى ممكن يبقى حلال او لا. يعني انت لو مش بتاخد منك غصب فانت كده ايه، اكيد مش حلال. طيب تعالوا نشوف اول نوع. اول نوع بقول لك ايه، احنا هنبيع نفس الحاجه بنفس الكميه وبنفس الزمن. يعني انا هبيع دلوقتي كيلو بكيلو تاني من نفس الحاجه في نفس الزمن. طيب ده هيحصل ازاي؟ انا هكسبت ايه كده؟ وده حلال. طب انا كسبت ايه؟ قال لك ده زي المقايضه والتبادل. يعني مثلا ايه؟ طيب انا لو عايز ابيع كيلو ذهب بكيلو ذهب، تمام، في نفس الوقت، ابيعهم ازاي؟ لازم تكون ده نفس الكميه، يعني كيلو بكيلو. طيب ولازم يكون نفس الزمن، يعني دلوقتي مش بعد شويه، تمام. طيب طب ايه فايده البيع ده؟ تخيل ان واحد عنده مثلا سبائك ذهب، تمام، كبيره 20 جرام، وجنيهات ذهب صغيره 8 جرام، فعايز ده يبدل ده مع ده علشان مثلا عنده طلب على ده اكتر، او الزباين طلبت منه ده، فراح للمحل اللي جنبه واداله كميه من الذهب. يبقى لازم ايه؟ الثاني يديله نفس الايه؟ نفس الكميه. يبقى ده كيلو بكيلو. هنا مفيش ايه؟ مفيش تفاضل بين النوعين، لان يعني ده سبائك وده جنيهات، مفيش ايه؟ مفيش مصنعيه في ده ولا في ده، فهو نفس النوع نفس الجوده، مفيش اي فرق بين الايه؟ بين الاثنين. فلازم عشان يتم عمليه البيع وتكون حلال، يبقى لازم تكون نفس الكميه ونفس الايه؟ الزمن. طب تعالوا بقى نفكر، لو كانت نفس الكميه بس انت غيرت الزمن. لو غيرت الزمن يبقى انت دخلت في مين؟ دخلت في ربا النسيئه، تمام. طيب لو غيرت الكميه يبقى انت دخلت في مين؟ ربا الفضل. طب لو غيرت الكميه والزمن مع بعض، والله ممكن تكون انت كده بقى عملت حاجه اسمها عين الربا، يعني قد عملت الخطأين مع بعض الاثنين، وكده انت عملت الخطأين مع بعض، فده عملت ايه؟ الربا الاصلي. يعني مثلا كان عندك تمر بجوده قليله وتمر تاني بجوده عاليه، خلي بالك ان ده كده ايه، دول نوعين مختلفين. احنا عايزين حاجات لها نفس الايه، نفس النوع نفس الجوده، عشان بنطبق عليه الشروط اللي احنا قايلينها. طب تعالوا نفكر بقى، لو الموضوع ان الجوده مختلفه، يعني ايه الجوده مختلفه؟ يعني مثلا لما انا ابيع لك عربيه بعربيه، تمام، والعربيه دي ماركه والعربيه الثانيه ماركه ثانيه، ما تقوليش بقى هبيع عربيه بعربيه عشان تبقى نفس الكميه، لا كده بقى انت بتهزر. ليه؟ لان لازم العربيه دي جودتها هي اصلا اوريدي الفضل بتاعها مختلف عن الفضل الثاني، يعني العربيه اللي هي طب ايه مثال للكلام ده يا جماعه؟ تجاره العملات. تجاره العملات حاجه بتحصل في نفس الزمن بس الكميات مختلفه. يعني انا بعمل ايه؟ ببدل جنيه ب ريال، دولار بريال، تمام؟ فما ببدلش دولار بريال 1 ل 1، لا، بيبقى في نسبه، تمام؟ فبالتالي ايه ساعتها؟ لو انا هبدل العربيه دي بالعربيه الثانيه، يبقى العربيه دي مثلا ثلاث عربيات من دي بعربيه من دي. ليه؟ لان في تفاضل اصلا، انا ما خلقتش الفضل، هو التفاضل موجود اصلا، لان ده نوع ونوع ثاني، انا غيرت النوع، فلما غيرت النوع بقت التجاره هنا ايه؟ بقت التجاره حلال. طيب تعالوا نشوف كده، لو انا جيت في عامل الزمن، تمام؟ وبقى حلال ازاي؟ ها ازاي حولت عامل الزمن من حرام لحلال؟ هقول لك، عشان هنا عامل الزمن بقت الحاجه مختلفه، فانت بتبيع حاجه مختلفه، فبقى بيبيع حاجه مختلفه، بقى الزمن داخل في الايه؟ في البيعه، فبقى ايه؟ بقى البيع بالقسط ايه؟ حلال، لان دخلت، تمام، بضاعه مع بضاعه مختلفه، حاجه مع حاجه مختلفه، بقاش نفس النوع، بقاش نفس الجوده. يعني انت مثلا بعت سلعه بفلوس، ده حاجه، ده سلعه ربويه وده
سلعة عادية، فتقدر تقول مثلا ده يقدر بده قد ايه والكلام اللي انت عارفه. طيب طب تعالوا نشوف الحالتين دول. لو انا جيت بقى ايه عايز اضحك عليك او استغلك، فاجي اعمل فيك ايه؟ اقول لك انا هبيع الذهب بالذهب، تمام؟ وعشان ما يبقاش حرام فانا هاخد منك كيلو جرام ذهب مشغول وهديك جرام سبائك. خلي بالك انا كده ضحكت عليك ليه؟ لان هو اصلا ده نوع وده نوع تاني، ده فيه مصنعيه ده ما فيهوش مصنعيه، تمام؟ ده فيه دمغه بس. فانا كده استغليتك، قلت لك هاخد كيلو قصاد كيلو عشان ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش حرام. انا كده في الحقيقه انا بنصب عليك. ليه؟ لان انا عارف ان الكيلو من ده مش زي الكيلو من ده، مش نفس النوع، ولكن انا بضحك عليك عشان انت ايه راجل طيب، فانا هقول لك لازم يبقوا نفس الكميه عشان يبقى حلال. انا كده استغليتك، تمام؟ نفس القصه بتاع القرض الحسن، يعني انا بسلف واحد فلوس وانا عارف ان الفلوس قيمتها بتقل مع الوقت، وبعد كده هو بيرجع لي نفس الفلوس اللي انا استخدمتها منه، تمام؟ وايه وعشان يبقى قرض حسن ويبقاش حرام والكلام ده. طب هي ليها حل؟ طب انا افرض عايز اسلف واحد فلوس ومش عايز اخسر، اعمل ايه؟ يعني انا مش عايز اديله قرض حسن، عايز اديله قرض بس مش حسن ولا حاجه، مش عايز فوائد، انا بس عايز يرجع لي راس مالي. دي نحلها ازاي؟ في طرق كتير لحلها. اقترح بعض الفقهاء ان انت تسلفه الحاجه وتقدر سعرها مثلا بحاجه ثابته زي الذهب مثلا. ليه؟ لان الذهب جودته ثابته، يعني هو الذهب عيار 24 هيفضل زي الذهب عيار 24، تمام؟ مش هيختلف، فبنقدره بحاجه ثانيه. يعني مثلا تقول انا سلفته، تكتب بقى في العقد بتاع السلف او الدين انت سلفته ما يوازي مثلا 20 جرام ايه ذهب، يبقى ساعه ما يجي يرد لك ما يوازي قيمته 20 جرام ذهب مش 20 جنيه، تمام؟ ده طريقه سهله لانك ايه تخلي المبلغ بتاعك ما قلش، تمام؟ وخاصه لما يكون السلف على فترات طويله مش معروف هيسدد امتى، وخاصه ان هو ايه هو اصلا انسان معسر وانت مستنيه ممكن يسدد لك على مراحل والكلام ده، فيسدد لك مثلا 10 جرام من الذهب، بعد كده فاضل 10 يسدد لك 5 جرام كده لحد ما يسدد الايه المبلغ اللي عليه. طيب تعالوا نكمل مع بعض بعد ما استخدمنا الجدول ده. هنلاحظ ان في مشكله. ايه بقى المشكله اللي بتواجهنا؟ ان قروض البنوك يا اما هتقع في المكان ده يا اما هتقع في المكان ده. ازاي؟ لو كان البنك انا باخد منه فلوس برجعها له بعد زمن، خلي بالك الزمن اختلف، وبرجعها له كميه مختلفه، يعني خلي بالك الكميه مختلفه، يبقى المشكله لما الزمن يختلف والكميه تختلف، انت يا اما هتقع في المنطقه دي يا اما هتقع في المنطقه دي، على حسب انت بتبيع حاجات بنفس الجوده ونفس النوع ولا انواع ايه مختلفه. ايه ده؟ هو الفلوس جودتها ممكن تختلف؟ اه. قروض البنوك ممكن تبقى حلال عند بعض الفقهاء، ده مش نتيجه ان الفقهاء دول جهله او ان هم ما بيفهموش في الدين، لا، هم افترضوا افتراض بسيط وعندهم نوعا ما حق فيه برضه. ايه هو؟ قال لك ان عشان المال، تمام، يبقى ينفع نعمل فيه قروض بطريقه الفوائد دي ويبقى فيها حلال، لازم تكون ايه جودته بتتغير مع الوقت عشان يبقى زيه زي الايه زي القسط. طب هو هل المال فعلا جودته بتتغير مع الوقت؟ في الحقيقه اه. ليه؟ لان الفلوس او المال عباره عن ورق مطبوع او بلاستيك مطبوع، والدوله في بعض الاحيان بتطبع كميات، تمام، بدون ما في قيمه حقيقيه، يعني هي بتقعد تطبع مش شرط تعمل غطاء ذهبي ولا حاجه، فالكميه عماله تزيد، تمام، والقيمه ثابته، يبقى ايه اللي هيحصل للقيمه؟ القيمه بتاعت العمله هتقل. ده طباعه غير مبرره بتحدث في كتير من الدول. طيب الحل الثاني هو المشكله الثانيه هي التضخم العالمي. يعني ايه؟ انت جزء من منظومه عالميه زي ما اتفقنا لا تهتم اصلا بالايه؟ بالمفاهيم الاسلاميه، بيحدث نتيجه اخطاء كتير هم بيعملوها تضخم، يعني الفلوس بتاعتهم بيحصل لها ايه؟ بتفقد قيمتها الشرائيه، يعني انا مثلا هشتري بيها جرام، المره الجايه اقدر اشتري بيها 9 من 10 جرام، المره بعدها اقدر اشتري، مع الزمن عماله تفقد قيمتها الايه؟ الشرائيه، يعني جودتها عماله تتغير وعاده بتكون في انها بتقل. طيب ثالث حاجه، لو افترضنا ان مفيش تضخم وافترضنا ان مفيش ايه؟ تضاعة مال، لازم كل حاجة بطبعها بيكون لها ايه اساس، هتفضل في مشكلة برضك بتؤدي الى ان قيمة النقود تقل مع الوقت، هي تكاليف حماية العملة، تمام، وتكاليف تجديد الورق القديم اللي بديه للبنك المركزي يطبع لي ورق جديد، ما خدش مني فلوس ثمن الطباعة، هو خد مني الورق القديم
واداني ورق جديد بداله. طب تكاليف الطباعه وتكاليف حمايه العمله ومصاريف الكتيره اللي بتتعمل دي الاخرى، كل ده بيكون تحميل على ايه؟ ما هو تحميل على سعر العمله نفسها. طيب تعالوا نشوف كده موضوع القروض. هل بس مشكله القروض هي ان الزمن بيأثر في جوده الفلوس فبالتالي ممكن القروض تكون حلال؟ لا، في سبب تاني كمان. ان دلوقتي مشكله في غرامه التاخير. لما انا باجي اديك قرض وانت بتعمل بيه مصلحه وشركه والكلام ده بتكسب، فمش زعلان عشان تديني 10% وانت كسبان 50%. فافرض بقى ان انت خسرت، ها العقد ما بينصش على اي حاجه في الموضوع ده، ده بالعكس انا كمان هدفعك غرامه التاخير. واحنا عارفين غرامه التاخير طبعا مشكله لانها نوع من انواع الايه؟ الاستغلال. طيب طب ما كانوا ممكن يعملوا عقد ايه؟ عقد مرابحه ويحددوا فيه النسبه. فتحديد النسبه مش هو سبب الحرمانيه، ولكن المشكله هي ماذا يحدث اذا حصلت خسائر؟ ماذا يحدث اذا حصلت خسائر؟ يعني انت ما دفعتش، انت اتعثرت، فنعمل ايه؟ مفروض ان احنا نوقف الفوائد اللي عليك عشان انت ما معكش فلوس تدفع، ويبقى خلاص المبلغ ده اللي هو الموجود الحالي ده المفروض تدفعه لنا. طب هنحل المشكله دي ازاي؟ اولا احب اقول لك ان بالنسبه للتجاره بصوره عامه في حاجه اسمها دوره راس المال. يعني انا مثلا بشتري مثلا سيارات وابيعها، تمام، وبعد كده باخد الفلوس اللي انت اديتني دي ثمن السيارات واروح اشتري سيارات جديده واروح ابيعها وهكذا كل فتره. فبياخد فتره عقبال ما دور الفلوس تتحول لفلوس مره ثانيه، يعني الفلوس تتباع، البضاعه تتباع والفلوس ترجع لي وبعدين اشتري بضاعه ثانيه. دي بنسميها دوره راس المال. كل مره مثلا كل ست شهور بجيب بضاعه ثانيه وابيع البضاعه القديمه، حصل كساد فزادت الفتره، حصل نشاط فالفتره قلت. الناس بتقول لك انا حاطط غرامه التاخير دي عشان تساعد دوره راس المال. يعني ايه؟ يعني انا كتاجر او كبنك او صاحب اموال، انا كانت اموالي هتبقى الضعف مثلا بعد فتره معينه من الزمن. انت اتاخرت في السداد عليا فانا خسران، لان كان المكسب هكسب الفلوس دي كنت هتديها لي كنت هدخلها في دوره راس المال كنت هكسب اكتر. فانا بقترح عشان نتخلص من مشكله غرامه التاخير دي نعمل ايه؟ ان احنا نعوض البنك عن التاخر في السداد بدفع نفس المال لفتره تبقى معاه، تمام، اللي هي اللي انا اتاخرت عليه في الدفع فيها، وبعدين يرجع لي نفس المال. تمام، طبعا المال اللي هو راجع لي نفسه ده هو مش نفسه، هو اكيد قيمته قلت. تمام، لكن عشان مش قادرين نقدر هي قيمته قلت قد ايه، وانا مش هقدر اخد من شخص مظلوم او شخص غير ما عندوش قادر على السداد اكتر من الفلوس اللي حقه، فيبقى الحل الوحيد هو نعمل ايه؟ ها، ما الكسبان ماشي، الكسبان هو كسبان انا باخد منه نسبه مش خسران حاجه، لكن الخسران بقى اعمل معاه ايه؟ الخسران لازم تاخد منه على قد بس ما ظلمك، على قد ما ظلمك. طيب يبقى تعمل ايه؟ فانا بقترح ان البنك ياخد المبلغ المتاخر في السداد، مثلا اتاخرت عليك في السداد سنه، اتاخرت عليك في السداد 10,000 ريال مده سنه. يبقى انا لما ارجع للانسان غير معسر خالص ياخدوا ال 10,000 مني ويحطهم في البنك كوديعه ويرجعوا لي بعد سنه 10,000 برضك زي ما هم بدون زياده ولا بدون نقصان ولا اي حاجه، وكده يبقى التاجر خد الفلوس اللي هو الزمن اللي بيقول عليه اللي كان متوقع انه يكسب فيه. بكده يا جماعه نكون احنا خلصنا القصه بتاعتنا بشكل بسيط. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من التلخيص اللي انا عملته ده، اللي حاولت اوضح فيه مفاهيم كتيره ممكن تكون مش واضحه والتباسات كتيره موجوده معانا. وان شاء الله في الحلقات الجايه هنبتدي نتكلم بقى عن التجاره بصوره عامه ونقسم انواعها، تمهيدا لان احنا هنتكلم عن مواضيع تجاريه معينه. وبرغم يا جماعه ان الموضوع ده مش تخصصي، ولكن هو موضوع انا قعدت افكر فيه كتير جدا لحد ما حاولت ابسط الموضوع بالشكل ده، واحاول اشرح ليه في الحاجات فيها اختلاف وفيها قصص. وانا مش هدفي ان احنا نحلل ونحرم، ولكن انا بس حبيت اوضح ان في نقط كتيره العلماء ما حاولوش يتطرقوا اليها بشكل واضح، وان النقل فقط بدون التفكير ودون الـ ان هم يجتمعوا بشكل افضل ده مش هيحل المشكله، لان في بعض الاحيان هيطلع امور مضحكه. يعني زي الشخص اللي بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت بتقع في في في, في الربا لو كنت مثلا رايح تشتري حاجه من المحل وقال لك ثمنها كام، فقلت له 150، فقال لي طب انا معايا 100 خدها واروح اجيب ال 50 من السياره كده. انت ايه، انت فرقت 5 ثواني في الدفع ولا 10 دقائق، فيبقى انت كده بتعمل ربا. هو
هو ما كانش فيه زمن في الموضوع، ما دخلش زمن في الموضوع، الراجل عايز يسدد دلوقتي، لكن هي الفلوس هناك في السيارة بيروح يجيبها. فليه ليه 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 يعني ليه التفكير بالسطحية دي في تطبيق الأمور يا جماعة؟ لازم التفكير يكون أصلا بشكل أوضح، وإن العلماء يتناولوا المواضيع بشكل يعني أدق من كده. أشكركم يا جماعة على حسن استماعكم، واللقاء إن شاء الله في الحلقات القادمة في المواضيع المالية بتاعتنا.